اصحاب البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5، هلا حان وقتكم يا شباب لحتى تلعبوا بطوله على سكن وعلى بلاي ستيشن 5. ان شاء الله رح اشرح لكم البطوله بشكل كامل اللي حتكون ان شاء الله باسم كاس اجيال فورتنايت الحصريه للبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. فاذا انت اول مره انت تشاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برايك لانه رايك بيهمني جدا. وكود دعم بالاتم شوب دي متسع لزاره ما بكون بنشكركم على الدعم فيه. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. مقطعنا اليوم ان شاء الله رح يحكي عن بطوله جديده باسم كاس اجيال فورتنايت رح تكون حصريه للبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. يعني مو بقدر شارك على البي سي، لا ما بتقدر، على الموبايل ما بتقدر، على النينتندو ما بتقدر، فقط بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. لو انت عندك احد هدول الجهازين رح تقدر تحصل هذا السكين، ورح تقدر تحصل كمان ان شاء الله بلاي ستيشن 5 لو انت كنت من المراكز الاولى. فان شاء الله رح اشرح لكم هلا بشكل كامل عن نظام النقاط وعن نظام الوقت وعن كل شيء عن هاي البطوله. مبدئيا يعني شركه فورتنايت نزلت بموقع الرسمي على ايبك جيمز، نزلت انه فورتنايت وبلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن بشكل عام عم يتعاون على بطولة جديدة باسم كأس أجيال فورتنايت، رح تكون إن شاء الله حصرية للبلاي ستيشن 4 و 5 بيوم 18 ديسمبر، يعني بعد يوم من تسجيل هذا المقطع إن شاء الله. رح تكون لجميع السيرفرات ورح تكون على توبات عالية بالنسبة للسكين، وبالنسبة للبلاي ستيشن 5 رح تكون على توب صعب جدا لحتى تقدر تجيب البلاي ستيشن 5. بالنسبة لموقع إيبك جيمز مثل ما كتب، بالنسبة للأوقات أول شيء رح تكون الأوقات كلياتها اللي رح أذكرها بتوقيت الرياض يعني بتوقيت السعودية. طيب يعني ما أنا عايش بالمغرب أو عايش بالجزائر أو عايش بسوريا أو لبنان، كلكم على راسي يا شباب، ولكن تدخل على جوجل بتكتب توقيت الرياض مع مصر، بتكتب توقيت الرياض مع ليبيا، أو بتكتب توقيت الرياض مع لبنان، وبيطلع لك الفرق وبيطلع لك كل الساعات. رح احكي لكم انت رح يكون التوقيت بالضبط لجميع السيرفرات، وانت بقى فوت على جوجل اكتب شوف الوقت مع حالك. بالنسبه لاوقات يا شباب ان شاء الله لسيرفر اوكينوسا رح تكون الساعه 10 صباحا للساعه 11 مساء، وبالنسبه لسيرفر اسيا رح يكون من 12 الظهر ل 3 العصر، وبالنسبه للشرق الاوسط رح تكون الساعه 8 المغرب للساعه 8 العشاء، وبالنسبه لاوروبا رح تكون من 8 المساء للساعه 11 المساء، وبالنسبه للبرازيل الساعه 12 للساعه 3، وامريكا الشماليه من الساعه 2 الصبح ل 5 الصبح، يعني يوم 19 ديسمبر بعد ما يقلب اليوم. بالنسبه لغرب امريكا الشماليه رح يكون الساعه 5 الصبح للساعه 8 الصبح يوم 19 ديسمبر، يعني بعد ما يقلب اليوم. هاي بالنسبه لجميع الاوقات. ولح رد عدلكم الشرق الاوسط، الشرق الاوسط رح يكون ان شاء الله يوم 18 ديسمبر الساعه 5 المغرب للساعه 8 العشاء بالنسبه لسيرفر الميدل ايست، وبالنسبه لسيرفر اوروبا رح يكون من الساعه 8 مساء اللي هو عند اذان العشاء تقريبا للساعه 11 مساء. هذا هو بالنسبه لسيرفر اوروبا وبالسيرفر الشرق الاوسط. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، ومشان الاوقات مثل ما قلت لكم. بالنسبه هلا لهي البطوله شو نظام البطوله تبعها وشو رح تكون بالنسبه للجوائز. بالنسبه للجوائز يا شباب رح يكون على توبات معينه، يعني بالنسبه لسيرفر اوروبا لو انت جبت التوب الاول على السيرفر كلياته، يعني لازم تكون جايب اعلى نقاط بسيرفر اوروبا كلياته لحتى تحصل البلاي ستيشن 5. وبالنسبه للزي اللي ظاهر امامكم هو باسم كونا الارجوانيه او هذا السكن يعني بشكل عام، ان شاء الله رح يكون من التوب الاول للتوب 2400 بالنسبه لسيرفر اوروبا. طيب انا كم نقطه لازم اجيب يعني ما اقدر احصل السكن مثلا؟ قيمك من البلاي ستيشن 5. بالنسبه للسكن لازم تجيب المركز 2400 لمركز الواحد، هذا هو بالنسبه للمراكز. بالنسبه للنقاط ما بعرف كم نقطه، يعني لازم انت تقدم على الامتحان لحتى تشوف النتائج، يعني بتروح بتقدم على البطوله وبتلعب وبتجيب كلات عاليه لحتى تعرف انت اني توب، ونعرف مثلا من يلي جاب 300 بوينت هو من الاوائل او جاب 1000 بوينت حسب البطوله وحسب الناس اللي معرقه. وبالنسبه للسيرفر الميدل ايست يا شباب لازم تكون جايب المركز الاول مشان البلاي ستيشن 5، وبالنسبه للسكن من المركز الاول لمركز 300. نفس الموضوع تبع اوروبا، ومنعيد انه انت لازم تجيب النقاط وتعرف لحتى تقدم على الامتحان وتعرف النتيجه. فاي شيء كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وهي جميع السيرفرات ظاهرة امامكم بالنسبه لاوكيانوسيا واوروبا وامريكا، فانا حبيت اشرح لكم اوروبا وميدل ايست اللي هو اكثر شيء عندي بينطلب او الناس اللي عم تتابعني من هاي المناطق. واذا كمان بدكم اي شيء بالنسبه لاشياء ثانيه اكتبوا لي بالتعليقات. طيب شو المشاركه وشو الشروط يا نيمو؟ بالنسبه للمشاركه والشروط يا شباب، اول شيء لازم يكون حسابك فوق ليفل 30، وثاني شيء واهم شيء لازم تكون مفعل ال 2FA والحساب تبعك يكون فول اكسس، يعني ما بيكون معك ايميل وهمي او حساب وهمي. والبطولة رح تكون بنظام السولو، يعني ما حتقدر تلعبها غير لحالك سولو، وهذا حلاوته لهذا البطولة انه سولو، ما حتعتمد على التريو تبعك او شيء، الغلط غلطك والربح ربحك ان شاء الله. فهذا هو بالنسبة للمقطع تبعنا اليوم، هيك رح تحصل انت ان شاء الله السكن وتحصل بلاي ستيشن 5. وبالنسبة لنظام النقاط، الانتصار الملكي رح يكون معنا 10 نقاط، والمركز الثاني رح يكون معنا 7 نقاط، ومن المركز السادس لل 15 5 نقاط، ومن المركز 16 ل 25 3 نقاط، وبالنسبة لل 25 ل 50 رح يكون معنا نقطة واحدة، يعني لازم تجيب هدول التوبات او تجيب الانتصار الملكي لتاخذ هدول النقاط. وعلى كل قتلة ان شاء الله رح تاخذ بوينت واحد او نقطة واحدة.
هيك نظام تجميع النقاط وهيك نظام البطولة والأوقات وبالنسبة للمناطق كلها والسيرفرات كلها. وبرده بقول لكم محتاجين اي شيء اكتبوا لي بالتعليقات، وفي عندكم سيرفر ديسكورد تحت، وفي روابط تبعات فريق سبيك اللي انا فيه منضم فيه لو حابين تفوتوا على السوشيال ميديا تبعاتهم كمان موجودين بالوصف. كل شيء موجود بالوصف اللي حابب يتواصل معي بشكل عام، على انستغرام على الديسكورد على الفيسبوك على اي مكان، والبث المباشر كمان موجود تحت بالوصف على صفحه الفيسبوك نيمو. فهذا هو بالنسبه للمقطع تبعنا اليوم، بتمنى يكون عجبكم واستفدتوا. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، وبالتوفيق للجميع. واحد نوم.